بقى الصوره دي مهمه جدا عشان برضو التاريخ، انا احب اتكلم تاريخ. طبعا طبعا. الكابتن هشام عبد الرسول لعيب المنيا ولعيب مصر المنتخب والمنتخب، لعيب جميل وعظيم، كان ليه دور مهم جدا في صعود مصر كاس العالم، احرز هدفين ها كانوا سبب في وصول منتخب مصر كاس العالم، كان لعيب مهم جدا، وكان الكابتن الجوهري معتمد يعني معتمد عليه اعتماد كبير في خط النص. وسبحان الله ما لعبش في كاس العالم، حصل له بسبب العربيه شديده جدا، وجابوا له صورته على الاهرام الرياضي ومعاه كابتن حسام ابراهيم بظروف، وكان ايه رجليه مفروضه، وكان عامل اصابه جامده جدا بعدته. لكن التاريخ بينصفه بعدته تماما عن كره القدم خالص، ما لعبش تاني خالص. اصبح بعد كده كام سنه بقى يدرب بعض الفرق في الدرجه الثانيه. تبقى صعبه قوي على اللعيبه طبعا، لانه كان ليه دور، ليه دور مهم جدا، يمكن 70% كلهم نجوم يعني، بس كابتن هشام عبد الرسول كان ليه دور مهم قوي. اقول لك انا بقى مين كابتن ابراهيم ومين كابتن حسام. أيوة. اللي على اليمين ده اللي مش رافع ايده، لا ده حسام. ايوه صح. أيوة. كده ايوه. والكابتن ابراهيم ها لا 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 لا، بص احنا التاريخ بينصف في اللعيبه، احنا هنا في النادي الاهلي بنجيب كل الناس، ما دام بنتكلم عن مصر بنتكلم كل طبعا الفريق. طبعا بنتكلم بالتاريخ، بنتكلم وبعدين بالتاريخ. ما كانش في نجم اوحد، كان كل منتخب مصر دي حقيقه، ان من الجون للحال لحتى اللي قاعدين بره كلهم كانوا نجوم. كابتن طارق كان قاعد بره، كابتن بدر رجب علام يبقى قاعد بعد الماتش، يعني يعني كل النجوم دول كانوا موجودين في سنه 90. احنا عملنا مباراه شوف يا سلام شكرا. كابتن ربيع ياسين طبعا، شفت انا بقول ايه؟ كابتن ربيع ياسين ده لعب كابتن ربيع ياسين ولعب بكابتن احمد رمزي ازاي؟ الاثنين باك ليفت وباك شمال وبتاع، ولعب في خط النص. انا عايز اقول البطوله دي كان يعني ليها فرحه كبيره قوي قوي قوي، احنا خرجنا في الشارع مش مصدقين، دي احنا قعدنا ثلاث ايام فرحانين في الشوارع وصلنا كاس العالم وهنروح. ولما روحنا بقى لعبنا هناك اول ماتش مين؟ لعبنا لودخوليت فان باستين. بص بص الجمال ماركو فان باستين. طبعا بص الصوره، الملعب عامل ازاي؟ حماس. وامسك الراجل ده عايزين نخرج الكابتن الجوهري اهو. حلوه دي قوي. طبعا انا بجيب كل اللي انكتب، انا جايب صوره كابتن جوهري ها، وعالم جايبينه علم زي علم ايطاليا اهو، ان احنا هنوصل لكاس العالم سنه 90. يا سلام 89 مجله اكتوبر دي انا فاكراها كانت زمان. ايوه الاستاذ صلاح المنتصر طبعا. اول عدد منها 1976 عليها الملك عليها رئيس. لسه موجوده لحد دلوقتي صح؟ صلاح منتصر مقرها على النيل جنب اذاعه التلفزيون. شوف الجمال. مبروك، انا جايب سؤال فوق بص مكتوب. ايوه طبعا. مبروك لمصر. ها ما قالوش بقى الكابتن حسن قصب مصر، ما قالوش لا 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 ما في ولا لحد دلوقتي الكلام ده موجود. يعني مصر طبعا. لا لا مصر احنا لازم نركز، لعبنا ثلاث ماتشات مهمين جدا، يعني احنا فاكرين اول ماتش مين؟ هولندا، لودخوليت وفان باستن وريكاردو والناس الجامده دي. لا ثاني ماتش ايرلندا، ثالث ماتش مين؟ انجلترا. انجلترا طبعا. وما ما نعرفش النصيب. ممكن نختم معاك سريعا وتقول لنا بقى بعد الفوز كانت الاجواء ازاي في الشوارع وفي البيوت؟ احنا حابين بقى نرجع نوستالجيا للجماهير والناس كانت بتعمل ايه؟ بص الناس كانت بسيطه زي ما انت حضرتك قلت لي 120، احنا بنقول الناس تقعد على مقاعدها. بقى في نظام، كان ساعتها الناس بالحب، احنا كنا بنروح هناك لابسين لبس عادي جدا ونبقى فرحانين ونسقف ونغني ومعانا الاكل، ما فيش دماغنا غير مصر. مصر امنا، مصر هي امي نلها. والشوارع بقى برضو ويعني ما كناش بنقول لعيب. طبعا قليل قوي لما كنا نقول جوهري جوهري كده وبركز. لكن ساعتها كنا كلنا على قلب رجل واحد، وهي ايه؟ مصر. مصر مصر. اخرج، انا كنت في اخر في 30 ثانيه كنت في ماتش الاهلي الاخير ده مع الهلال السعودي، كان بالنسبه لي قلقان او خايف، كنت في الامارات والملعب قريب مني انا واولادي وخايف على اولادي. انا قعدت اتفرج على كافيه كده انا وولادي، جماعه اماراتيين عرب وجماعه سوريين وجماعه من كل دول عرب قاعدين. لما اشوف الاهلي جاب الاجوان الناس بالعقال قام اللي وقع قالوا اهلي مصر مصر جون اثنين ثلاثه اربعه. ماتش ده السعودي ده الاهلي بيلعب باسم مصر، كنا فرحانين. انا بتكلم هنا مصر.